يعطيكم العافية في حلقة جديدة من حلقات بلاك ميرور. هذه الحلقة الرابعة في السيزن الثاني، اسمها وايت كريسمس أو العيد الميلاد الأبيض. هذه الحلقة طبعا very interesting، راح تتركوا في انطباع غير طبيعي عما سيحدث في المستقبل القريب وليس البعيد. طبعا القصة بتدور حوالين هذا الشخص، عفوا الشخص اللي كان يحكي، هو كيف طريقة انه بيقدر يدخل عقلية الناس ويشتغل في عقلهم ويأخذ اللي مطلوب منهم. طبعا في بداية الحلقة هو بيكون بيعمل زي كوتشنج لواحد كيف ممكن يتعرف على صبايا، لانه بيكون عنده عقدة كيف يقدر يدخل ويتعرف على صبايا. لكن هاي القصة بيكون هو بحكيها لشخص موجود معاه في غرفة. في بداية الحلقة بتكون بحكي قصته لهذا الشخص، بكونوا عم بيعملوا لهذا الشخص بكونوا عم بيعملوا احتفالية برأس السنة. طبعا انتو زي ما شايفين هذا الاستوديو اللي هم فيه هو عبارة عن، هتشوفوا في النهاية شو هو، هو غرفة. طبعا القصص هو بحكي عدة قصص، هاي القصة الأولى. القصة الثانية بكون قصته نفسه عن طريق جهاز بسموه وايبينج. يعني هذا الجهاز هو بكون مرته اكتشفت انه بيسوي كوتشنج لناس عن طريق الانترنت، وبيسوي الشغلات اللي مش اخلاقية، انه بيقدر يقول له شو يحكي وشو يسوي. فمرته زعلت منه كتير فعملت له وايب. وايب معناها انت بتشوف خيال للشخص لكن لا بتسمعه ولا بتشوف شو بيسوي، بس بتشوف اشي ابيض هيك. حورجيكم الصورة. هذا عن طريق جهاز مكون موجود معهم، وخلص هذا الانسان ما بتقدر تشوفه الا اذا انت بدك ترجعه. ففي حالات الغضب، في حالات هذا، خلص بدك الانسان هذا تيغنورهم، يمكن يغنورهم. هلا القصة ما فيها انه زوجته، انا بدي اورجيكم كيف عملت له الوايب. اوكي، القصة اللي بعدها، هذه السيدة بتقرر انها تأخذ خزعة من دماغها عشان تسوي شغلة اسمها inside the egg. inside the egg بما معناه انه بأخذوا خزعة من دماغها، خزعة بسيطة جدا، اوكي، من الجبين، وبحطوها بزرعوها داخل هاي البيضة زي ما انتم شايفينها، البيضة اللي قدامها. وبتكون الشخصية تبعت الإنسان، يعني أنا جمال بحط الجمال الثاني، أنا الحقيقي موجود بس هذا الفيرتشوال جمال جوا هذه البيضة. هذه البيضة بتسوي خادم لإلك اللي هو أنت نفسك، فهو عارف مشاعرك، عارف شو أنت بتحب، عارف إمتى بتصحى، إمتى بتنام، شو الشغلات اللي بتفضلها والشغلات اللي ما بتفضلها. وبصير هذا الشخص اللي هو فيرتشوال انت، اللي هو انسان فضائي او خيالي او غير حقيقي موجود داخل هذه البيضة اللي انتم شايفينها، يعمل كنترول للسمارت هوم. لا شوفي بالبيت، مثال بدك تسوي كوفي، اول ما تصحى كيف بتحب انت الكوفي، مع ميلك ولا بدون ميلك، بتحبه دارك ولا بتحبه لايت، ولا بتحب الشاي الصبح. فهو اول ما انت تصحى هو اوتوماتيك بصير عنده اللوحات هاي، بيكبس اللوحات وبصير يجهز لك اللي بدك اياه. طبعا هذا 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 واقع راح يصير قريبا يا جماعه، يعني اللي بفكر انه هذا اشي غريب او اشي بعيد، لا. طبعا في البدايه زي ما انتم شايفين اول اشي برفض هذا الشخص الفيرتشوال الخيالي انه يتاقلم، لكن هو بصير يعذبه داخل البيضه. هو الانسان الطبيعي مش شاعر فيه، مش عارف انه موجود، بصير يعذبه. و خلال هذه الفترة بتأقلم هذا الإنسان الخيالي وبصير فعلا خادم للإنسان الحقيقي. زي ما انتم شايفين في ضوء زي هذا، هذا الضوء اللي هو بيعمل كنترول في كل شيء في المنزل، بحيث انه تصحى الصبح. خلينا اورجيكم بس تصحى المرأة هاي الصبح شو بصير. اوكي، بتصحى الصبح تفتح لها الستاير، بتعدين لها هي الـ شو اسمه الالارم عشان تصحى،
اول ما تصحى بتعطيها الجدول تبعها، بتعطيها الطقس، حاله الطقس برا، شو لازم تلبس، اذا عندها ميتنج معين، اذا بتحب تفطر اشي معين، بتحب تتغدى اشي معين، بتحضر لها، اذا بدها اوبر تطلب لها اوبر. فانت كشخص مش لازم تسوي ولا اشي، لانه هي هاي الفيرتشوال بفكر بنفس تفكيرك. طبعا زي ما انتم شايفين ثلاث شغلات صارت، اول شغله الكوتشنج، الشغله الثانيه كيف انك تقدر تعمل وايبنج للناس بحيث انه ما يشوفوك ولا يشعروا فيك ولا انت تشعر فيهم، بتشوف خيالات. والشغله الثالثه اللي هي هاي، طبعا هاي مقدمه للشغله الصادمه في نهايه البرنامج. هون المراه شايفين كيف صارت تتحكم في المنزل، انه عندك برايفت فيوينج، عندك لانش مع غدا مع شخص معين، اعطتها كل الابوينتمنتس تبعتها، كانت محضره لها الخبز. فالموضوع كله يعني زي خادم لك، بس هو فعلا جزء منك. يعني هون القصة كلها، طبعا القصة هون بتكون انه هذا الشخص عم بسمعه عنه او بقرأ بحكي عنه معاه الزلمة، فبصير احكي له قصته. المهم بكون هو يعني عامل جريمة وبدهم يحاولوا انه يكتشفوا، وبكون بحاول انه يصير كوميدي وللأسف ما بقدر، فبضطر انه يسوي جريمة. المهم وهذا جزء من التحقيقات اللي بتكون معاه. في الحقيقة انه يعني زي ما انت شايفين هون بكون قصته انه بكون بحب وحده. هذه السيده بسوي مشكله معها. المهم بتعمل له وايب، يعني بصير يصرخ وبصير هذا، بكون عنده حاله نفسيه، بتعمل له زي ما حكينا وايب، ببطل يشوفها ولا تشوفه. بعدين بيكتشف انها كانت حامل، لانه هو شايف انه في اشي ابيض ماشي. فالموضوع انه بكون كل سنة على الكريسماس بروح عند بيت ابوها للسيدة عشان يشوف الطفل. طبعا بما انه هو هي عاملة له وايب، فهي برضه هو ما بيقدر يشوف الطفل الا اذا توفت. بعد فترة في الكريسماس بروح يزور ال ابوها للبنت، فبيكتشف انه بيقدر يشوف البنت، بيقدر يشوف الطفلة، فبيعرف انه السيدة اللي هي زوجته السابقة توفيت، وعشان هيك راح الافكت تبع المسح هذا. فبيشوف انه عنده بنت، البنت زي ما انت شايفين هيك من الورا شايفها انها بنت، لكن لما بتطلع على البنت بيكتشف انها يعني هون الفجأة بيكتشف انه البنت شكلها وملامحها صينية. بنصدم، بتذكر انه له صاحب كان صيني، وكان في زي علاقة بسيطة بين صديقته وصاحبه هذا، فبربط الاحداث مع بعض وبيعرف انه صديقته كانت تنام مع هذا الصيني او الياباني. طبعا في الحلقة هون بصير في شجار مع ابو هاي صاحبه اللي وهاي صديقته القديمة، بصير شجار وبقتل أبو البنت، فالشرطة بتاخده بس مش معترف. طبعا البنت بتضيع، قصة شوية حزينة، لكن الواقع انه بيكتشفوا انه هذا الشخص كان بتعامل مع الشرطة، وحاطين خزعة من المجرم داخل بيضة، وهذا داخل جوا البيضة معاه عشان يقدر يحقق في الجريمة. فآخر شيء بيعترف له انه هو فعلا قتل ابو البنت، وبيعترف بالجريمة، وبالتالي بتنتهي التحقيقات. فهم اخذوا الاعتراف من الشخص الحقيقي، اخذوا الاعتراف من الشخص الخيالي اللي موجود داخل البويضة. فالقصة هون، هل ممكن تصل فينا التكنولوجيا في المستقبل؟ وهذا سؤال مهم، انه احنا نصنع فيرتشوال اشخاص منا، بحيث انه هذول الاشخاص يقدروا يخدمونا في المستقبل. وممكن زي ما انتم شايفين هون وايبينج، كل الناس عملوا له لانه هذا مجرم،
عم بيسوي مشاكل، فما بقدر يتعامل الآن مع أي أحد، كل الناس بيشوفهم إشي أبيض زي ما انتم شايفين. ناس حقيقيين هم عليه ريد فلاج انه شخص مش حقيقي، هذا الحكم كان عليه. حلقة كتير كتير مميزة، حلقة طبعا ليش طولت عليكم، بس حلقة فعلا مهمة نفكر فيها، هل ممكن نصل لهذا المستقبل ولا لا، وهل ممكن يفيدنا هذا الشيء ولا لا. نشوفكم في حلقة قادمة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل